ما شاء الله ما شاء الله. يبا زجران سوى ايش سواه؟ ايش ما اعطيك اللي قاعد تمدح فيه؟ ايه سواه ولا سواه العاشر؟ اصابيعك هريسه ما خليتك تاخذ اصابيعك. الحين بعد تاكلهم يلا شوف. بعد ابدا كذا طبعا طبعا احمر تحذر لا تحذر فوق راسي احمر راح راح شوي ولا ينفقع وجهك شوي شوي لا تشد اعصابك حيل مو بزين عليك هذا ما اظن واحد فيكم يقوم يضربها وياي ان شاء الله راح نجي ايش تعزون انت ايش تبون انتم من الشبو عظم ما تبون تتعشون روح هناك ايش فيك انت دخلك انت اللي قاعد خلاص نسوي العش ونجيب لك وخلاص ما له داعي الكلام صاد اسمع شيل العظم ما بزي ما بعد احمر واقف على راسي تهذر صح كلام النوري صح جاب انا كلمت وياه مش جابي بشتغل احد يضرب هريس هو بالعظم خلاص اركد 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 شيل العظم ما يضربون الهريس بالعظم كيفي انا بضربه بالعظم يلا كيف العظم العظم نكهه 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 شراك انت اول مره اشوف هريس محروق بعد من تحت طالبك يا اخوي بكيان خلني اتعشى مع ابو عبد العزيز شو قاعد يتعشى انا معصب عليهم اتاكل شو تشوف؟ اشوف الملح زي ولا لا؟ تشوف الملح ايه شلون بعد؟ تعال ها؟ ان شاء الله بدك من سعدك؟ لا ما بك يلا سويت خلت يطرد يا شو الملح؟ زين زين الملح؟ زين شو اقول لك؟ ادب زجران ما بنادبه ولا عالم الاداب انت بتادبه؟ اي راحت الهريس راحت الهريس راح ما في هريس يعني الهريس راح يا خساره الانتظار اللي قاعدين ننتظره راحت الهريس راح قام بس قام جيب لنا من المطعم فلافل ولا شاورما ولا اي شيء قام شن راح؟ راحت لهريسه اخوك ذا عنيد اخوك ذا مو محصل له واحد يادبه احد يضرب هريسه بعظمات بالعظام هرس بالعظم ما شاء الله عظمه هاي قلبي هاي انتظار يا محتارقه محتارقه بالتحايا في احتمال يا اخوي سمسم لو رحت انك تلحق لو رحت الحين الحق يمكن تلحق يمكن بس تعال يا سمسم ترى ذا راكب راسه راكب راسه مو بعلي انا انتبه هذا اللي اقول لك كابو يا ابو محمد عظم تعال سويت هريسه شلون كلش ما لقطت شلون مردت العظام على هريس؟ اجيب لك هلا يا اخوي انا يلا اكل كذا ضروس ما ذي تبيني على اكل العظام انت اللي بتضربها وليش دخلك فيها تضربها؟ هذا قهرني بطش عبدي اي والله بطش عبدي ما بجاي يتعدى ما بجاي يتعدى تعب تعلم فهم فيه ما بجاي يتعدى اي والله اي والله انا لما اقول حق اخوك اروح اقوله قام قام اخوي لا تخليني عندك رفع صوت عليه والله رفع صوت عليه رفع وخلك قام 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 قايل لكم انا لا تخلوني يتلاقى هاي تلاقى في شيء قايل انا بضربها كابو كابو يا اخوي لا شغله مو بعادل يضبطها مرادها مراد اي والله ضبطها ضبطها يا اخوي سامي ضبطها اخوي سامي ضبطها هذا الفن شوف الفن من ملامح وجهه تعرف انه يشتغل بضمير لا وجهك من تحت اي هذا الهريس كابو كابو يا سمسم كابو ماسكه الوجه والملعقه ذي اي ماسكه فنان 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 ما شاء الله صح تفاهم عائلي ها تفاهم عائلي انا نمدح تفاهم يا اخي بعد تعال نمدح نقاش عائلي نقاش شكله حار حار والله حار شكله في جلد ها اه شوي شوي ابو كيان خلي النقاش العائلي يكون هادف ايه هادف احنا تعبنا تعبنا نمدح هريس امدح لا ابو كيان
لا لا ابو كيهان لا تعوذ من الشيطان ايه وانطرق من المطبخ ما عليه وسع صدرك ما يخاف بس احنا قلنا قلنا بس انا شفتك تعبان قلت خلنا اجيب اخوك يساعدك بعد لا 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 يا ابو كيهان لا 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 ابو كيهان تعوذ تعوذ من الشيطان تعوذ من الشيطان شو عصابي عصابي هالولد عصابي احر من ياه ها احر من ياه الاعلان صاير نقاش عائلي بس انتهى النقاش انتهى الله يعطيك العافيه سمت فنان فنان مالي مالي والله انا ما حجت وينه ما يحجت انا ما يحجت خبره يا سامي خبره ما شاء الله عليك هالولد ذا فنان 30 سنه 30 سنه ونهرس ما شاء الله تبارك الله 30 دقيقه كلها في القرن ما شاء الله تبارك الله خلاني ادب خلاني تعود من الشيطان يا سامي تعود من الشيطان لا ادب ما يفيد معاك ذا لا ما يتعدى بيتمادى ما علي ما علي يا سامي اخويا يا ناس وعارفه ما يخالف خلوني اروح ادب معاه ما يخالف يا سامي بس خلنا نتعشى وبعدين ادب بعد العشاء ادب بعد العشاء اخويا وانا عارفه ما ادب ما يفيد معاك وسع صدرك يا سامي وسع صدرك ليش قافز وجهك كنت تضرب الهريس سامي ها ليش قافز وجهك كنت تضرب الهريس واحد متحمس يشتغل شنو تبسه لازم ارد فعل فيس صح 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 راح زين غير مكان عاد لك نص ساعه كلها من هذا كله لا لطمك غير هلا حبيبي هلا هلا حبيبي تعال تعال جيب اللبن انا تعال تعال ما خوش تعال اكلنا شوف باقي خير الله تعال تعال قد يمي تعال سو سو له محل سو له محل سو له محل استعبط انت ولا شيء سالفتك ايه استعبط ايوه استعبط واجد ما بكفو تعال 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 يا ابو دويش تعال مين يروح ولا حشتري وكل شيء تاكلون عاديين ماك ماك قايل لك لا تحطوا العيش قبل الله يجي لا تحطون العيش قبل الله يجي قوموا 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 خلنا نلحق على البوارد بس الهريس ما في مثله هريساتي وين موجود 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 كل شيء موجود وين موجود سوي هريس واجد سوي هريس واجد تكون عني ولا رايح اجيب لكم اللبن واجيب لكم بس ما كلنا عنك يا ابو دويش الموضوع ما في يا ابو دويش اللي صار اللي صار كل شيء موجود امسك عن ذيلي امسك عن ذيلي خسي تمسك عني ذيلي وانا منظومه حقي خسي وروني ظهر هريساتي هريسه داخل نفس المسار صحون لا شايل لك على جنب شايل لي على جنب ايه انا اسكت معك انا ايه شايل لي على جنب صح واجد بالله شوي واجد بالله شوي شايل تعال تفهمي الله سلام تعود من ابليس يا ابو دوي اشي كل اللي عندك خمس اي عندي صار اشوف البيبسي اشوف اللبن والبيبسي اشوف عاد سلم 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 لا تلخت اللبن والبيبسي ومشي ما اكلت انا تبوني مخذوم ب100 ابيكم وياهم ب100 ولا كيفك انت وياه كيفك انت كم قوطي كم قوطي ست قواطي ست قواطي واحد لبن راحوا ب100 اشوف اجيب خلاص نحول لك نحول لك 100 لا لا ما في تحويل ابي كاش كاش اي ما اظن عاد عنده 100 يا شباب لا ما يصلح تشرب يلا يلا عاد خلنا نتعشى طلعوني شلون ما تعشيت تعشيت الحمد لله اي خلاص تعشيت خلاص ماشي اصبر علي اصبر ما بهدك والله ما هدك والله ما هدك صدري تعوذ من الشيطان يا ابو دويش الله الله شوي راح البيبسي وراح اللبن وراح العشاء شو استفدت انا الحين؟ علي اهم شيء سلامتك بعد عمرك جابوا لك كلمه جابوا لك كلمه جاب جاب انا
من قهر حدي من قهر اللي راح مني من قهر المشاكل كلها من راس يا ابو دويس، ترى ذر فيجك يا ابو دويس ما توفقت فيه انت. ما توفقت فيه. ايه ترى انت من جبت المزرعه يا ابو دويس هو قالب عليك، شوف لك حال ويا النور. ما عليك مجدد. انت واحد صغير سويت لك؟ تذكرني انا اشتري لك سندويس واشتري لي سندويس؟ اذكر كله من ابيضي. يا الله يا الله. سلام. سلامت. ايه.